ما هي أسباب رائحة الفم؟ رائحة الفم الكريهة أساساً للصائم برمضان بعد 9 ساعات صيام فهي شيء طبيعي جداً. أما بالنسبة لرائحة الفم الموجودة عند الشخص بالحياة الطبيعية خارج شهر رمضان فإلها أسباب عديدة. منها أسباب متعلقة بالنخور الموجودة بداخل الفم، منها الأسباب متعلقة بالتلبيسات الموجودة، منها الأسباب متعلقة بالعادات الصحية والفموية. ما هي أهمية استخدام الخيوط الطبية وغسول الفم أو المطهرات الفموية؟ الخيوط هي أساساً يعني للشخص الطبيعي ما بيعاني من أي شيء تنضيف بالخيط مرة باليوم بطريقة محددة طبعاً بنعلمها للمريض تبعنا، كتير مفيدة لحتى نشيل بقايا الطعام الموجودة بنقاط التماس بين الأسنان. المضامض الفموية إلى استخدام معين، كل مضمضة فموية إلى استخدام خاص مكتوب عليها بالإرشادات تبعها أكيد، ونحن بدنا يعني بشكل طبيعي مرة لمرتين يوميا. العلاجات السنية في رمضان، هل هي تفطر أم لا تفطر؟ 70-75-80% من المعالجات السنية ما بتفطر أكيد، إن كان بمعالجة العصب، سحب العصب والحشي، أو الحشوات الترميمية أو عباء أو التلبيسات الموجودة أكيد ما فيها ما بتفطر. بتفطر هي العمليات الكبرى اللي فيها نسف كتير، قلع سن. نحن بنعرف إنه مريضنا مثلا معه ميوعة بالدم، تميع بالدم، فهذا الشيء بده يؤدي لنزف، فنحن وقائيا بنخليه يفطر طبعا بالإضافة للعمليات الكبرى. يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل الفكين، فلماذا تظهر في رمضان؟ وقت تكون انت ما عم تاكل اساسا ففي بنرجع لموضوع التوازن بين الحموضه والقلويه الموجوده داخل الفم. هي بيلعب دور فيها الغسول الفموي مع المضامد مع فرشاية الاسنان مع الاكل، ووقت الاكل ووقت فرشاية الاسنان كمان الوقت بيلعب كثير دور نحن بالمحافظه على الاسنان. فالالم هذا بصير بعد الافطار. ليش؟ لانه انت بلشت تتناول هاي السكريات والشغلات اللي بتتساوي الوسط الفموي حامضي، فبيبلش النخر ياخذ فعاليته من اول وجديد. ما هي طرق التخلص من رائحه الفم الكريهه في رمضان؟ انسان عنده مواعيد دوريه مع طبيب الاسنان كل 6 شهور، هذا بالشكل النورمال، اذا ما معه امراض، ما معه شيء، ما معه اي مشاكل، فخلال كل 6 شهور عم يداوم عند طبيب الاسنان. فالرائحه وقت تبلش بالظهور فاكيد رح يكون متواجد عند طبيب الاسنان، او بس تطلع بجوز يزور طبيب الاسنان بموعد، او بيكون فتره المراجعه الدوريه كل 6 شهور. هون احنا بندور على السبب الرئيسي لإله، مثل ما حكينا النخور، التلبيسات، الامراض النسويه، رائحه الفم هي سببها. اما الاستخدام الجائر مثل ما حكينا شوي للمضامد الفمويه، اذا لغينا كل هاي الاسباب فبننتقل على اسباب ثانيه بجوز تكون هضميه داخليه هي اللي مسببه هي الشيء، او انتانات بالجهاز التنفسي بتساوي هي الرائحه الكريهه. فالتزم بتعليمات المضامد الفمويه الموجوده بالارشادات كثير ضروري، والفرشاية الاسنان استخدامها الصحيح بالطريقه الصحيحه، استشير طبيبك لحتى تعرف الطريقه الصحيحه لاستخدامها، وخاصه وتكون دائما بعد نص ساعه، من ثلث ساعه لنص ساعه من بعد الاكل.